لمناقشة كل هذه التطورات من رام الله ينضم إلينا المتحدث باسم حركة فتح الدكتور عبد الفتاح دولة. أهلا بك معنا دكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، بداية سأبدأ معك من اجتماع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مع اللجنة الوزارية العربية والعمل على جهود إحياء حل الدولتين. ما هي فرص إحياء هذا الحل الآن؟ وهل التصور العربي لفكرة حل الدولتين هو نفس التصور الغربي الذي تنادي به الولايات المتحدة؟ كل التحية لك سيدتي المشاهدين الكرام. بالمناسبة لست دكتور، لا، في اعتقادي يعني نلتقي الموقف العربي مع الموقف الغربي وتحديدا الأمريكي نظريا، لكن الموقف العربي هو موقف جاد ويسعى بكل جهد وفي كل مقام وفي كل مكان لفرض وفتح مسار سياسي حقيقي يفضي إلى دولة فلسطينية وفقا للشرعية الدولية. بينما الموقف الأمريكي نظري أكثر، لأنه عمليا معاكس تماما، ما يحدث هو دعم لا محدود للعدوان. نعم، طيب أنا فقط يعني أحاول أن أوقف دقيقة، لأنه هذه الصور التي تأتي مباشرة على ما يبدو هنا انفجار يحدث في حدود غلاف غزة أو على حدود غزة تحديدا، كما تشاهدون هذا الانفجار الآن يتم تصويره عبر الوكالات ويأتي لنا بشكل مباشر. سيد عبد الفتاح، يعني فقط اشرح لي فكرة التصور العربي لحل الدولتين هو على حدود 67 دولة قائمة بكيانها، ولكن ما ينظر إليه الغرب هو دويلة منزوعة السلاح ذات حكم ذاتي. طيب، التلاقي وجهات النظر، التلاقي بوجهات النظر العربية والغربية في هذا الإطار، كيف يمكن أن نصفها؟ يعني المشكلة أننا نتلاقى في هذا الموقف، لكن فعليا هناك من يعرقل. يعني أمريكا تتبنى نفس الموقف اليوم وتقول أن الحل الوحيد في المنطقة هو قيام دولة فلسطينية والعودة إلى حل الدولتين وتحقيق هذا الحل، لكن بالأمس هي قامت بالتصويت بالفيتو على قرار لوقف العدوان ووقف قتل المدنيين والأطفال والنساء ووقف تدمير قطاع غزة. بالتالي هي فعليا تقوم بغير ما تصرح به نظريا، بينما يناضل الموقف العربي إلى جانب الموقف الفلسطيني في كل الأروقة ويقاتلون. يعني كان الموقف ليس سهلا وعملوا بكل جهد من أجل الذهاب إلى موقف يوقف إطلاق النار، لكن اصطدمنا بالموقف الأمريكي. يعود السيد بلينكن ويتحدث بذات الموقف. طيب، يعني كيف سنرى أن هذا الكلام هو حقيقي إن لم ينفذ على الأرض؟ حتى ينفذ على الأرض أهم خطوة يمكن القيام بها حتى نصدق هذه النوايا هو الوقف الفوري للعدوان. طيب، وفتح مسار سياسي حقيقي بمؤتمر دولي للسلام بأطراف نزيهة وبخطوات عملية وجدول زمني واضح. عندها يكون الموقف الأمريكي نعم مساند ومساوي للموقف العربي والفلسطيني، دون ذلك يظل في الإطار النظري ونظل نحسب في عدد الشهداء والمجازر والقصف المتواصل على قطاع غزة وعدوان الاحتلال والمستوطنين على شعبنا في الضفة. طيب، بما أنك تطرقت لمسألة إطلاق النار من عدمه، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة قال إن الأمن والاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحققا قبل القضاء على حركة حماس. هنا الفكرة متداولة منذ بداية هذه الحرب بالقضاء على حركة حماس. هل فكرة القضاء فعليا قابلة أنها تطبق؟ ولماذا لم تؤخذ بعين الاعتبار حينما تم الاتفاق على الهدنة وتبادل الرهائن بين الجانبين؟ يعني فقط الاحتلال من يقول أن الحل هو حل عسكري. كل العالم اقتنع اليوم بما فيهم أمريكا وكل الدول حتى التي دعمت العدوان، الكل مقتنع أن الحل العسكري والأمني لا يمكن إلا أن يجلب دمارا على المنطقة وليس فقط على الفلسطينيين وحسب، وارتدادات هذا الدمار على العالم كله. اليوم العالم كله منشغل بما يحدث في فلسطين، لكن قضية أنه حتى نقضي على حماس مش هذا هدف الاحتلال. صدقيني هذا مجرد هدف معلن. سياسة وبرنامج ومشروع الاحتلال هو القضاء على قيام دولة فلسطينية، القضاء على كل ما هو فلسطيني. هم قالوا إن ظل الفلسطيني صامت في أرض وهي أحد الخيارات، إما الخضوع أو الرحيل أو الموت، الشعب الفلسطيني يرفض الخضوع يرفض الرحيل، فبالتالي يمارس بحقه الموت. الموضوع هو تقويض القضية الفلسطينية وإنهاء قيام دولة فلسطينية. بالتالي الهجوم ليس فقط على حماس وعلى فتح وعلى السلطة الفلسطينية وعلى كل شيء فلسطيني، وهم لم يهجموا على السلطة الفلسطينية بعد تصريح السيد رئيس الوزراء، لا. يعني الموقف معلن لنتنياهو وحكومة اليمينية المتطرفة، لا نريد السلطة الوطنية الفلسطينية
لأن الدراسات ومراكز الأبحاث أثبتت أن سياسة نتنياهو في كل الفترات السابقة كانت حتى لا يكون هناك دولة فلسطينية يجب أن نضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، أن نعمق الانقسام، أن ندعم حماس في قطاع غزة، يعني كان الهدف الدولة الفلسطينية. وصدقيني يعني طيب سيد عبد الفتاح، يعني على أساس أنه نكون أكثر يعني موضوعية، طالما أنه أساسا هذا هدف معروف لدى الفلسطينيين بعملية الانقسام وزرع الفتنة فيما بينهم، هناك أطراف استجابت لذلك. الآن طالما أنه الهدف الإسرائيلي هو القضاء على القضية الفلسطينية، ولكن هذا لا يعني بأن إسرائيل ستكون في مأمن بعيد عن أي حركات مقاومة مسلحة تحاول الدفاع عن هذه القضية. سؤالي هنا، تقول السلطة بأنها مستعدة لمشاركة حماس في حكم غزة، ولكن يبدو أن نتنياهو رافض لهذه الفكرة. ما الذي يمكن أن تقوم به السلطة في هذا الصدد طالما أنه الهدف أصبح معلن؟ هل ممكن أنه ينتهي هذا الانقسام الفلسطيني الفلسطيني بعد هذه العمليات وهذه الأزمة؟ يعني ليس مهما ما يقوله نتنياهو، يعني واضح شو بيقول نتنياهو، لا يريد أحد كما قلت، لكن هذا الموضوع هو موضوع موضوع مسؤول، وتتحدث فيه السلطة الوطنية وتتحدث فيه كذلك حركة فتح بمسؤولية، لأننا نؤمن، وهذا جزء من استراتيجيتنا ونهجنا الفتحاوي، نؤمن أن الحل الوحيد والقوة الوحيدة هي بوحدة وطنية حقيقية وشراكة سياسية حقيقية وبرنامج نضالي واحد وخطاب فلسطيني واحد ومرجعية فلسطينية واحدة تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، بعيدا عن كل الأجندات التي عمدت كل السنوات السابقة وحتى اليوم لأجندة خاصة بها وليس لصالح القضية الفلسطينية. نعم. حقيقة هذا يحتاج لمسؤولية منا ومن الجميع. نحن منذ بداية العدوان وما قبل العدوان كان هناك مساعي لإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، لكن حدثت المعركة وحدث العدوان وتعطلت الأمور. كان مطلوبا منذ اللحظة الأولى أن نتنبه أن خير خطوة نواجه فيها هذا العدوان هي الوحدة الوطنية. نادينا في فتح وفي كل مقام وفي كل مقابلة وفي كل حديث نتحدث في ذلك. بكل أسف حتى اللحظة لم نستمع إلى أي خطاب أو أي استجابة إيجابية من الإخوة في حركة حماس، بل على العكس ما استمعناه في الأيام الأخيرة هو يمس ويسيء ولا يرتقي إلى الذهاب إلى هكذا خطوة. لكن رغم ذلك، لأننا مؤمنين بذلك، هناك منظمة التحرير الفلسطينية، المجال مفتوح لحماس والجهاد الإسلامي، إن لم يكن ذلك متاح في هذه اللحظة دعونا نفكر بالشراكة السياسية. الآن الموقف واحد، يعني نحن وحماس نتحدث بدولة فلسطينية على حدود 67، وبالتالي ما الذي يمنع تحقيق شراكة سياسية؟ ثم أننا نؤمن بالعملية الديمقراطية والانتخابية وسنذهب إلى انتخابات. يعني أفهم من كلامك أنه فكرة الشراكة السياسية هي حتى الآن لم تأتي باستجابة من حماس، يعني فتح والسلطة لديها الاستعداد، ولكن الأمر والخطوة متوقفة على حماس والجهاد الإسلامي، هذا مقصد كلامك؟ يعني كل ما نقوله في الفترات السابقة نحن نبادر إلى هكذا حديث، لم نستمع إجابة حقيقية منهم ولا مبادرة حقيقية تقول نحن جاهزون إلى ذلك. ماذا يمكن للسلطة أن تعملوا مع الأمريكيين للضغط على واشنطن على الأقل لوقف إطلاق النار في هذا التوقيت؟ لأنه في الفترة الأولى في فترة الهدنة كان هناك إعادة تموضع عسكري إسرائيلي وخرق واضح لهذه الهدنة. شوفي، يعني الاحتلال، قبل أن أجيب على ذاك السؤال في موضوع المشروع والخطة التي وضعها الاستخبارات للاحتلال، هم من خياراتهم قالوا ثلاث خيارات: إما الإبقاء على سكان غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية، الخيار الثاني الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي، الخيار الثالث إجلاء السكان عن غزة إلى سيناء. وبيقولوا بأنه هذا الخيار هو الأنجع وهو الأكثر عملا من أجل تحقيقه، يعني هي نتيجة استراتيجية إيجابية طويلة الأمد، هي عبر تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة. اسمع شو قالوا، هذا حط تحته شحطين، وهي النتيجة المرجوة من الحرب. إذن ما يريدونه من العدوان على قطاع غزة هو ترحيل شعبنا وتحقيق الهجرة، بالتالي هذا هو هدفهم. كيف نعمل مع الأمريكان؟ صدقيني يعني إحنا بجوز أكثر حدا كان للأمريكان، لا إحنا لليوم بندفع ثمن إنه وقفنا في وجه ترامب في موضوع صفقة القرن. إحنا موقفنا مع الأمريكان واضح، بده يكون لكم دور يجب أن يكون من خلال إعادة الاعتبار للمسار السياسي بمؤتمر دولي للسلام، مش أمريكا بدها تكون هي الراعية الوحيدة لهذا الموضوع، وأن تكون جادة. لكن لوحدنا
لا نستطيع ذلك، ولذلك نحن نلجأ إلى عمقنا العربي، ولذلك نجحنا في بلورة موقف عربي واحد. كلنا استمعنا وشاهدنا بالأمس في مجلس الأمن كيف كان الموقف العربي واحدا مشرفا، كيف كان الحزن في عيون الوفد العربي بعد قرار الفيتو الأمريكي، وكيف كان القرار واحدا أننا سنمضي ولن طيب نتوقف، سنذهب إلى الجمعية العامة وسنذهب إلى رفح إن أمكن. لذلك الموقف الفلسطيني منسق مع طيب الموقف دكتور، العربي. طيب سيد عبد الفتاح، هو سؤال أخير لأن الوقت داهمنا، أتمنى منك إجابة مختصرة وإجابة صريحة. هل مشكلة حركة حماس بأنها تحت مظلة الإخوان المسلمين وهناك دعم لها من الجانب الإيراني حتى لا تحظى بالدعم العربي الواضح، أم مشكلتها بأنها يعني أم التغير المعايير السياسية في المنطقة، الطبيعة الجغرافية الديموغرافية في المنطقة هي التي تحتم البحث عن المصالح بعيد عن مظلة الإخوان المسلمين؟ لأن حماس إذا كانت تريد الدعم العربي الحقيقي هي تحت مظلة حركة الإخوان المسلمين. واشنطن ترى حماس بأنها حركة إرهابية، وفي بداية هذه الأزمة شبهوها بداعش. هذه نقطة. النقطة الثانية، بعض الدول العربية صنفت الإخوان المسلمين بأنها جماعات متطرفة، والإخوان المسلمين أساسا هما تحت مظلة بريطانيا لتنفيذ مخطط معين في الشرق الأوسط. أنا أعرف أن الموضوع متشابك ولكن يحتاج لإجابة في هذا التوقيت، ويحتاج لأكثر من وقت سريع للإجابة. لكن يعني أمريكا حسب ما قالت قطر، هم من طلبوا من قطر أن يفتحوا مكتبا لحماس في أمريكا حتى يكون هناك مفاوضات غير مباشرة وتواصل غير مباشر معهم. لكن نعم، ما تفضلت به، حماس هي جزء من فكر إخواني، وهذا الفكر الإخواني يستبعد الكل ويمضي في سياسة إخوانية بحتة لا تقبل الآخر. لكن نحن ولأننا نخوض ذات النضال الوطني الفلسطيني التحرري في فلسطين، واليوم هم باتوا أن يقولون نحن جزء من النضال التحرري، شعرنا وأن هناك مساحة أن نتحدث في الموضوع فلسطينيا وأن نذهب إلى توافق سياسي اجتماعي يعني يتناسب مع قضيتنا الفلسطينية. لكن حتى اللحظة على ما يبدو أننا نصطدم بفكر إخواني لا يقبل يعني الأرض. نحن لا نريد شيطنة أي أحد من الجماعات حتى نكون منصفين في هذا الموضوع، ولكن الموضوع متشابك وكان وجب تسليط الضوء على هذه النقطة. شكرا جزيلا.